فريش شريمب دغري مع حامض 15 كيلو الراس لحالك يا زلعان عنا فريش 100 100. خلي ستينجراي يبوس ستينجراي. اليوم رحلتنا جديدة ووتر فرونت ماركت، يعني سمك، سوق الخضرة، سوق السبايسز، سوق كل شيء. حلو انه بتفوتوا لهون على هلا بيجي سوق السمك، ما بتشموا ريحة سمك دغري هيك دغري على الوصلة. اول ما وصلنا كم هيدا اللابستر؟ لابستر 120. هيدا 120؟ هيدا وين؟ مال هنا ولا عمان؟ لا مال اسيريا. اسيريا فريش 100 100. هيدا وين؟ ديبا باي؟ هاي ديبا باي. انت هلا احكي صح، لما تحكي اويستر ديبا باي انت تتكلم صح. وهذا الكراب، هذا راس الخيمه. أيوة. وهذا مال الكراب، البلو كراب لوكال. ليك الكينج. هذا الكينج كراب يا كبي. رقم 4. شو عنده؟ كل شيء موجود عن جد فريش. كينج كراب، بلو كراب، حتى ديبا اويستر. واو. هيدا اكتوبس زين والله، زين صغير. لا لا مش معقول، الاجواء هون يا جماعه غير كليا كليا. لا 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 لا، قد ما احكي وقد ما اوصف وقد ما اقول ما بتشم ريحه السمك قد ما نضيف. سوبر فريش، شو ما بدكم جميع انواع السمك من كل شيء موجود. واو. قد ما تبرموا وقد ما تمشوا وين ما تروحوا ما بتلاقوا مثل هالماركت. الماركت مخيف وقد ما نضيف ومنظم ومرتب والاجواء رائعه. لك لك لدرجه انه ما بشم ريحه سمك. هو كله مقطع هون، يعني لتشوفوا كل شيء بدكم موجود. او ماي جاد، اجواء رائعه. في بزري عندك؟ انا هلا حفتش على البزري. لا هيدا كبير. ايه صغير هيدا، ما في منه؟ ما في بالسوق كله؟ عم بيقولوا البزري ما في، مع انه في جميع انواع الاسماك، بس مش موسم البزري، بس بتعرفوا حبي للبزري والقصص. روبيان، الروبيان، هذا روبيان من وين؟ هذا مال ايران. هذا مال ايران. وهيدا مال عمان. مال عمان. هذا مال خصب. مال خصب، مال خصب. وهيدا هذا مال عمان. هذا مال عمان. هذا مال هند. مال هند. هذا مال سريلانكا. هذا وين؟ سريلانكا. سريلانكا. مية مية. هذا همور وين؟ مزارع ولا؟ مال الاماراتي. مال الاماراتي. اليوم فريش فريش. البيبي شارك، ولد الولد، ها شارك صغير، بيبي شارك. شو هذا بيعملوه قشيد؟ ستينجراي. ليش ليه صديق؟ هذا مال ستينجراي. هذا كيف يتاكل؟ يتاكل ستينجراي سوب؟ لا لا لا، شو لك؟ فراي سالونا. هذا فراي سالونا ستينجراي. ايوه ايوه. واو، اول مره انا اشوف فرايد سالونا ستينجراي. هاي بحياتي ما صارت، اول مره بعرف انه الستينجراي بينعمل سالونا. جديد علي هاي صديق. سيشل تونه. هذا تونه. هذا هذا تونه. هذا كم وزن تونه؟ هذا 100 قد 50 كيلو 100 كيلو 150 كيلو 150 كيلو. هذا منين يجي؟ وين هذا؟ مال عمان. في مال عمان. ايوه بس هلا ما في تونه هلا كبير. هذا شو؟ هذا هذا كوبيا. كو انجلش نيم، شو اسمه؟ كوبيا. كوبيا. هلا زين. ايوه. طب انت عندك بزري صغير؟ بزري موسم ما في. ما في موسم. هذا فريش مال عمان. عن جد من اجود انواع الشريم. ها مال تنظيف. هات ليمون يا صديق. والله اكل شريمب، شريمب فريش. اكل انت اكيد؟ ايه اكل اكل. لاول مرة فريش. ايه خلاص خلاص. فريش شريمب دغري مع حامض. ايوه زين. والله احلى من الشوي. رقم واحد هذا، رقم واحد. اضرب ليمون. لا لا الموضوع قوي. اول مرة بدوق شريمب فريش حامض عليه سوبر جود. راشد عبيد، قصة كلها هنا. هيدي بارد فيش. حكينا نشوفها كثير بالبحر لما نكون عم نغطس، بس ولا مرة فكرت انه بتتاكل الصراحة، بس طيبة. والله حرام، حرام البيبي شارك الصراحة بحبه. شو اسمه بالعربي؟ ايه عربي فرش. فرش فرش. ايه هذا فرش. ما في هسل، ما في شوك. ما في شيء، ما في شوك، كله شيل. ايه ايه. كله هذا ادم. هيدي سمكة الصافي، سمكة طيبة على فكرة. ايه. صافي سمكة كثير طيبة. ذيس امبر جاك. وهيدي شو؟ باراكودا. اعطيني مال باراكودا، اعطيني. اوه.
باراكودا. هيدا شو هيدا؟ هذا النغرور سنسار. هيدا عمان ايران. اه شوي يشبه الباراكودا شوي. هيدا باراكودا صغير. هيدا الامبر جاك. هاي حبة تونة صغيرة يعني وزنها شي 200 جرام صغيرة. صديق هيدي مال تونة؟ هيدي تونة، هيدي فجيرة. اه هيدا تونة فجيرة؟ هيدا فريش. يخزى. هيدا كم كيلو؟ كم كيلو هيدا؟ 150؟ 50 كيلو. كيف 50 كيلو إذا الراس لحاله 50 كيلو؟ هيدا 15 كيلو. هيدا 15 كيلو. 15 كيلو الراس لحاله. إذا الراس 15 كيلو. 10 كيلو 15 كيلو. فهي السمكة 100 كيلو. شايفين منا حبة تونة؟ يخزى العين عنا. هيدي من الفجيرة. وين الأكتوبس؟ أكبر أكتوبس عندك؟ هذا أكتوبس صغير. هذا الأكتوبس شوفوا هذا منين؟ مال الفجيرة؟ هذا عمان. آه عمان. آه هذا هندي شريمب هندي قوي. شوف أنا ستينغراي جاب لك واحدة تاني. ستينغراي خلي ستينغراي يبوس ستينغراي. سي فريش فريش لك هيدا فريش صديق. فريش وين؟ فريش وين يا صديق؟ هيدا فريش؟ هيدا شو هيدا؟ هيدا الكات فيش. من أكبر الماركتس للأسماك اللي موجودة بالإمارات، إن كان نظافة، إن كان ريحة، إن كان تنظيم، إن كان نوعية أسماك، مش طبيعي السيرفيس، الطريقة، الأسلوب، لما تفوت ولما تطلع، شيء مش معقول. والحلو بالموضوع ما بتشموا ريحة، أنتوا قاعدين بماركت للسمك، والله العظيم أجواء بتعقد، إذا مش زايرين هذا المكان طبعًا. هلا بالإمارات في ماركتس للأسماك بكل إمارة، في بأبو ظبي، في بدبي، في بالفجيرة، في براس الخيمة، في بأم الكوين، هذا المنظر هون هذا أقوى شيء. ما شاء الله ما شاء الله. سوبر فريش. جميع أنواع الروبيان من كل الدول اللي موجودة، إنديا، عمان، فجيرة، حتى سريلانكا في هون. هذا كندا. هذا كندا؟ آه، this Canadian. هذا expensive. هذا expensive. هذا one of the most expensive. هذا Canadian. Canadian lobster. هذا عماني وهذا Canadian. هذا مال أستيريا. شوف. lobster. King crab وين هذا؟ هذا مال وين؟ ألاسكا. ألاسكا ألاسكا كينج كراب. شوفوا قديش هذا كم؟ هذا كيلو 150. هذا كيلو 150 يعني هذا من أجود أنواع الكراب. هو عم بيقول لي لابستر فروم أستيريا طلع أستراليا، وأنا كل الوقت قل له أستيريا أستيريا على قول وين هالدولة أستيريا؟ بس ما عم بفهم حياتي. رائع رائع رائع. قد ما كبير قد ما منظم قد ما بيعقد. بعدين في شغلة كتير حلوة، تعال نشوف كيف بينطفوا الأسماك. تعطون هونيك وبتفوتوا لهون وبتتفرجوا. طلع طلع ها شوف في أحلى منها. لك صديق كيف حالك؟ هون عمليات التنظيف كلها. شوفوا وين ما تشتروا وين ما تحطوا. شوف شوفوا كيف التنظيف، كل واحد بحصته كله مرتب. بالسونية بتجي تاخدوها منظفة خالصة دايركلي على الشوي. ما انتبهتوا انه التيشيرت ترمزوا للمكان؟ أكتوبس. فرجيناكم أكتوبس، فرجيناكم كراب، فرجيناكم لابستر، فرجيناكم أنواع الأسماك كلها موجودة بالفيش ماركت ووتر فرونت. أميزنج بليس أميزنج. وهلأ وين؟ بسوق الخضرة، جميع أنواع الخضار المحلية والمستوردة. شو ما بدكم فواكه خضرة بتلاقوا هون. سلام عليكم كيف حالك؟ هذا كرز مال وين؟ كرز مال إيران. مال إيران. آه كيف حالك زين؟ شوفوا منا أجواء عن جد، شوفوا منا أجواء. هيدا مانجا او هامبا بيقولوا له بالامارات مال باكستان. عن جد قطر. او ماي جاد رائع رائع. اشتريت هامبا بس باكستان، بس تاكد انه زين يكون زين. هذا 5 ريال. ايه 5 ريال. خلص ساوي ترتيب يا ريال، ساوي ترتيب. اخر كم هيدا؟ اخر كم؟ اخر كم؟ اخر 40. 40 زين زين زين. شايفين؟ صور هيدا. صور؟
طلعنا الدنيا. بس هذا بلا بذر والله. فيتامين سي. والله طيبة. دوق. ها؟ أه؟